المسرح الرحباني قيمة فنية كبيرة، واللي انقال عن مسرحهم من 40 سنة بعده بينطبق بأيامنا اليوم. تابعوا معنا دراما. مين طلع على الدرجة؟ مين نزل على الدرجة؟ مين طلع على الدرجة؟ ومين نزل على الدرجة؟ هيد الدرجة البوجرجي، واجيكم بوجرجي. هز يا بوجرجي روق، ما هي الدرجة حجار، إذا ما رأى حدا عليها قطيعة شو صار؟ سكتي يا مجرجي أحسن ما أعملك فرجي. ما زالك عم تحكي هيك؟ بدك يقطع عمر هالدرجة. عم بتسب الدرجة؟ روحي روحي، لا أنا خارجك ولا أنت خارجي. يا رايتك خدت الطنبرجي. عم بتسب الدرجة؟ هبيك دبارة دوسة درجي. أنا عارف ومتأكد إنه بحسين اللي طلع ونزل وطلع ونزل وطلع عالدرجة. يا بحسين وينك وين؟ كأنك رجال بتجي يا بحسين. لا لا، ليش عم تصريخ؟ قربش، ضلك عندك. أنا بدي أعرف ليش عم تمر عالدرجة. أنت يا أبو جرجي امبارح ما مرقت بالعبارة يلي بخرجي أنا؟ أنا كنت على حمارة صحت جيت بالعبارة. لازم تبقى تتعلم ما تدوس العبارة بنو. عم تكبر حكي؟ أوعى بدك تقاتل؟ بالقاتل. قرب لك بالأول، أنا مش رح أتعدى. وأنا مش رح أتعدى، بدي واحد يتعدى تتشوف شو بيعمل لك فيه. هلا مين بدنا نضرب؟ يلي بيتعدى علينا. إذا حد لا تعدى علينا رهبته بدي أعصف له هي. وين هو؟ مين هو؟ يلي بيتعدى علينا. إيه صحيح، وين هو؟ طبعاً راح طبعاً كسر راس. لك لا لك لا، بيقوم يقتلكم. ولك لا يا مجرجي، مشي الحجل، كرجي 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 خلفي، اوعى تتفركشي بالدرجة يا مجرجي. كرجي 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 كرجي. مصطفى باشا بساعة غضب هاجم لبنان، لكن الله قدر وبلدكم انصان. ويا باشا ما بسألك عن موقفك منا لو كنا انكسرنا، بس منعرف شو رح نعمل نحنا
مازال انتصرنا. يا باشا انت حر وبدك تصدقنا حر، بترجع بتعادينا حر، لكن نحن وطننا بده يبقى حر. كل شخصية على المسرح بيشتغلها الممثل بعناية حتى يجسدها بأفضل طريقة. بتياترو منقدم لكم بكل أسبوع بفقرة كاركتر مشهد من تحضير أصدقائنا يلي بيحلموا يصيروا ممثلين. بونجور أصدقاء صغار ببرنامج ما تفكر أبدا. اليوم حكمتنا بتقول اتصل بكير حتى ما تنطر كتير وما تدفع فاتير. ومعنا أول اتصال. ألو 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 ألو، مين معي؟ معك نونا. نونا هاي، من وين عم تحكيني يا نونا؟ عم بحكيكي من التليفون. ما هذا نونا. نونا بدي أسألك سؤال. لحظة، السؤال بيقول مين بتحبي أكتر، الماما أو البابا؟ بحبهم اثنينهم. برافو، جواب كتير حلو. طيب رح أسألك سؤال هلأ، أوكي؟ عم تسمعيني؟ لك يلا، شو السؤال؟ رح أسألك سؤال وإذا عرفت تجاوب عليه بيطلع لك هدية من برنامجنا، أوكي؟ يا يلا. أوكي، مين نونا اخترع أمريكا؟ كريستوف كولومبوس ولا أنا؟ أنت. لا مش أنا، رح أعطيك بعد احتمال أكثر. كريستوف كولومبوس، بريتني سبيرز ولا أنا؟ بنية. أنت. مزبوط مزبوط نونا، برافو نونا، بتربحي معنا بكل شعر. بتعملي شعراتك مثلي، مش حلوين؟ حلوين، بس أنا عمري ويت، ما إلي عين أعمل شعري مثليك. وإذا عمري ويت علي أصحابي. لا كتير حلوين، قولي لهم إنه أنا عملتهم مثلك، أوكي؟ وهلأ يا أصدقاء صغار، ليه بدكم تكبروا بكير؟ قولوا لي ليه؟ بكرة بتكبروا بتصيروا بدكم ترجعوا صغار. صدقوني أنا تفرجيكم قد بحبكم، عملت لكم غنية رح أهديكم إياها لكم. مبينة معكم؟ إيه مبينة. طيب الغنية بتقول يلي بيسمع كلمة أمه شو منقله، شاطر شاطر، يلي بيقعد عقله وحده شو منقله، شاطر شاطر، يلي بيدرس بمدرسته ما بيعذب معلمته، ومنحبه ومنضل نقله شاطر شاطر. حبيت الغنية وهلأ برنامجنا خلص، منقلكن باي. معقول تكون النهاية وهيك بيخلصوا الأبطال؟ تابعوا معنا نهاية فخر الدين بدراما. أنا خايفي أنا خايفي لسيا الحلوة كتر والعين اللي بتصير عم تطلع والخرز الزرقا شو بدها تحرس تتحرس، خايفي من صيبة عين. خايفي يا عطر الليل، خايفي
بياري الكشك حاصر المغارة. كيف عرفوا انه المير بيبغار يجزيه؟ عسكري من السكمان خبر عسكر السلطان. الخيانة يا شيخ خاطر من قاوم للنهاية صار التمن كبير، وكتروا الأحبة اللي راحوا، يونس خيي وعلي ابني وصحاب وعسكرنا، تقلت كفة الميزان بهاك الجهة. وين صار الكشك أحمد؟ طالب انه يشوفه وقال في معه مفاوضة. بيقولوا إذا حضرتكم رضيتوا بالتسليم ورحتوا لإسطنبول السلطان بيتفاهم معكم على الشروط اللي بتريدوها. اكتب يا شيخ خاطر. حرسنا 3000 شخص ونحمل معنا أغراضنا عقافل كبير، ونحمل معنا 1,000,000 ذهب، وساعة المنريد نقابل السلطان والبواء عم تعزف قدامنا. خلص الحبر من الألم وخلص اللي بدنا نقوله. أعطيه الورقة للكجك. ليش عملت هاي وحص النصر كبير؟ بعد فينا نقاوم خلينا نقاتل يمير. لا ما بدنا نهبط يلي عمرناه، واللي بدنا نقوله إلا وعرفوا بإنه لبنان كان وصار وبدو يبقى. لبنان انبنى وهلأ المفاوضة صارت علي أنا. معقول تكون النهاية وهيك بيخلصوا الأبطال وبتترك لبنان؟ بسألك يا عطر الليل وزرعت الأراضي. عليت الصورة. عليت. تعمر. تعمر وعمي تعمر. فإذا صار بقد الروح أنا شو بهم بيت أو ما بيت، هو بيبقى. Yeah.
هون بيخلص مشوارنا معكن. بنشوفكن بحلقة جديدة من تياترو، كلها دراما جديدة وتمثيل ورقص ومعلومات، كلها عن المسرح ومن المسرح، لأنه نحنا منحب المسرح. باي باي باي.